تذكروا حكينا انه اس هي ديفرنشيشن، واحد على اس هي انتجريشن، وزد هي ادفانس ان تايم باي 1 تي اللي هي السامبل، وزد ماينس 1 هي ديلي ان تايم باي 1 تي. هذا الفيزيكال سيجنيفيكانس او المعنى. واحنا بالديجيتال لما انتقلنا بالديجيتال وانتقلنا بالديسكريت سيستمز قررنا نقسم الزمن باي كابيتال تي ونعمل الاشياء كل كابيتال تي، تتغير الاشياء او نعمل اشياء جديده كل كابيتال تي. بين تي وتي ما فيش شيء، ما بنقدر نعمل شيء، بنختفي. اذا خلينا ناخذ مثلا، لو جينا قلنا احنا في عندي ترانسفير فانكشن، والترانسفير فانكشن قلنا انها واحد على اس بلس 1، او خلينا نقول انها واحد على اس بلس 1، وعندي هون واي اوف اس وعندي هون اكس اوف اس. خليني اطلع على هاي ارسمها. الترانسفير فانكشن هي الريشن بين مين ومين؟ اوت، بين اللابلاس ترانسفورم تبع الاوتبوت على الانبوت. فصار عندي هون واي اوف اس على اكس اوف اس بيساوي جي اوف اس، وتساوي واحد على اس بلس 1. اعمل كروس برودكتس من هون، شو بصير عندي؟ x of s بتساوي s y of s زائد y of s، مضبوط؟ وصار عندي ممكن هلا شو اعمل؟ ممكن اعمل اقول اخذ الانفرس، فبتصير عندي هون x of t تساوي d y of t على dt زائد y of t. هي كانها لها فيزيكال سيجنيفيكانس، كانه هذا البلوك اللي هون هاي هي العلاقه بين الانبوت والاوتبوت له. خلينا ناخذ شيء شبيه فيه الزد. مثلا لو جيت انا قلت في عندي هون واحد على اس، شو بمثل بالاس دومين؟ ايش بيعمل هذا البلوك؟ انتجريتر، مش هيك؟ ايش بقابله بالزد دومين؟ زد على زد ناقص واحد. شايف لما عملنا هلا خلينا نطلع هون نشوف. هلا هاي هون ديفرنشال ايكويشن، مضبوط؟ فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. خلينا نطلع هون، لو اخذنا هاي واي اوف زد وهذه اكس اوف زد، الزد ترانسفورم تبع هذا البلوك او البلس ترانسفير فانكشن هو عباره عن ايش؟ زي ما قلنا هناك، هو عباره عن الزد ترانسفورم للاوتبوت على الزد ترانسفورم للانبوت. فبصير عندي g of z يساوي y of z على x of z وتساوي z على z ناقص 1، مظبوط؟ نعمل كروس برودكت من هون، بصير عندي z x of z شو بتساوي؟ بتساوي z y of z minus y of z. اقسم كل شيء على z، فبصير عندي x of z شو بتساوي؟ بتساوي y of z ناقص z minus 1 y of z. شو قلنا احنا الفيزيكال سيجنيفيكانس لزد ماينس 1؟ تو ديلي. فهاي لو بدي اخذ الانفرس لابلاس ترانسفورم تبعها بقدر راح احطها بالشكل التالي: x of k، او خليني انقل اول شيء انقل ال y على الجهه الثانيه، راح انقل y of z هاي على الجهه الثانيه، فبصير عندي y of z بتساوي x of z زائد z ماينس 1 y of z. خذ الانفرس لابلاس ترانسفورم، بصير عندي y خليني اسميها اوف k بتساوي x اوف k بلس هذه راح اسميها k ماينس 1 متاخره باي 1، فهي صارت كانها y اوف k ماينس 1. كاني عمالي بقول القيمه الحاليه ل y اوف k بتساوي القيمه الحاليه ل x اوف k زائد القيمه السابقه ل y اوف k. فبصير عندي لو انا بدي احسبها مثلا، خليني احط على سبيل المثال، خليني ادخل ستيب فانكشن وراح اعتبر هلا هون راح اعتبر انه ستيب فانكشن بعد الزيرو بشوي صغيره بس عشان، وهاي صارت هي اكس او اكس اوف تي، راح اعملها سامبلينج فراح اعتبر انه قيمتها زيرو هون واحد وين ما كان ثاني، مضبوط؟ خليني اجي احسب هلا واي اوف زيرو بدها تساوي اكس اوف 0 بتساوي 0، اعتبرت زحت شوي صغيره، زحت اللي هون ستيب فانكشن شوي صغيره، فبتساوي هذه اكس
of 0 زائد y of 0 minus 1 منهاش معناه رح تكون 0. إذن هاي هيك y of 0 بتساوي 0. هلا y of 1 شو بتساوي؟ قديش صارت x of 1 هلا هون؟ 1 زائد قديش كانت قيمة y السابقة؟ y of 0 0 شو بتساوي هاي؟ 1. y of 2 شو بتساوي؟ بتساوي قيمة x الحالية اللي هي 1 زائد قديش هي صارت كانت قيمتها السابقة؟ 1. شو صارت؟ 2. y of 3 شو بتساوي؟ كل مرة واضح اني عمالي بجمع 1 زائد 2 بتصير 3. شو راح يصير عندي الاوتبوت؟ هل هذا انتجريشن؟ هل هذا انتجريشن لستيب فانكشن؟ لا مش انتجريشن. ايش الانتجريشن لستيب فانكشن؟ ران. هاي ران مظبوط. هاي اسمها ديفرنس ايكويشن. هاي ايش اسمها؟ هاي الايكويشن شو اسمها؟ differential. differential equation. هاي شو اسمها equation؟ difference equation. هاي difference equation هاي هون. differential equation. فأنا هون عندي transfer function. هلا أنا لو بشتغل عمالي في PLC أو في PIC شو بعمل بالPIC؟ مش بدي اصير اخزن الفاليوز السابقه تبعت x of t و y of t السابقه، ويمكن اذا كان عندي هون z سكوير شو اضطر اخزن؟ اذا عندي z خزنت اي وحده السابقه، لو عندي هون z سكوير شو بدي اخزن؟ السابقه واللي قبلها، ولو عندي z كيوب شو بدي اخزن؟ السابقه واللي قبلها واللي قبلها، لانه الايكويشن تبعتي هلا راح تصير third order difference equation، fourth order difference equation، زي ما كان هون عندي first order, second order, third order differential equation.